بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. نواصل مع تحضير الاختبار الفصل الأول في هذا النموذج التاسع. حتى ولو فات الاختبار يعتبر تحضير للبكالوريا لأنه خاص بوحدة الثالثة الظواهر الكهربائية RL. وفي نفس الوقت راح نذكركم يعني خفيف ظريف بالمحتوى المخفف لبكالوريا 2021 الخاص بالRL. هذا التمرين خاص بثالثة ثانوي شعبة رياضية تقني رياضي وعلوم تجريبية. ها هو نص التمرين. ننجز التركيب الكهربائي الممثل في الشكل الجانبي. ها هو التركيب الكهربائي المولد، هل هو الشعاع، المقاومة والصمام. باستعمال مولد قوته والمحرك الكهربائي 6 فولت وناقل أومي مقاومته 1900 أوم وشعاع معامل تحريضها هل يساوي 100 ميلي هنري وصمام متوهج كهربائيا. صح، نحي الصمام لأنه ما يهمناش، لكن نقول لك عليها ما يهمناش، يعني هذه لابارتي كامل نحيها من الرسم ما تهمناش. صح، نغلق الدارة عند اللحظة تي صفر. أولا عند إعمال مقاومة الوشيعة، يعني المرحلة السؤال الأول خاص بإهمال حالة إهمال مقاومة الوشيعة، هذيك آر صغيرة، هذه مرة في السؤال الأول راهي مهملة. مطلوب منك حساب شدة التيار المار بالوشيعة في النظام الدائم، انتبه. ثانيا في حالة عدم إهمال مقاومة الوشيعة، الحالة في السؤال الثاني حالة عدم إهمال مقاومة الوشيعة أعطوها لنا 15 أوم. ألف، ما قيمة الطاقة المخزونة في الوشيعة عند تحقق النظام الدائم؟ با، نفتح القاطعة. إذن السؤال با محذوف من بكالوريا 2020، خلاص السؤال با هذا محذوف. علاش محذوف؟ دوك نقول لكم علاش محذوف. بالنسبة للبرنامج المخفف لبكالوريا 2020 يعني 2021 عفوا استثنائيا، راح يقتصر التحليل على استخدام المعادلة التفاضلية ذات المتغير اي لي تي فقط. هذه في الار ال، في الار ال نستعمل يعني الوشيعة والمقاومة نستعمل الا الدالة اي لي تي وعند غلق القاطعة فقط. غلق القاطعة، بينصير القاطعة هي هذه، قلنا غلق القاطعة فقط، يعني فتح القاطعة محذوف في البرنامج تاعكم، برنامج 2021. سيبو صح. أي تمارين راح تدور حول أنشطة تطبيقية على يطلبوا منكم كتابة المعادلات التفاضلية، كذلك الحلول تاعها، التحليل البياني ثابت الزمن والتحليل البعدي، يعني التمارين راح تدور هنا. صح، هذه مقدمة خفيفة ظريف على المحتوى المخفف. يعني عندنا غير غلق القاطعة فقط، فتح القاطعة محذوف. إذن هنا في السؤال بقى لك نفتح القاطعة، إذن ما عنده حتى علاقة، أحذفه. صح، نبدأ بالسؤال وهي حساب شدة التيار المار بالوشيعة. أولا حساب شدة التيار المار بالوشيعة في النظام الدائم، في النظام الدائم، أكد لي في النظام الدائم مشي الانتقالي. صح، كيفاش تكون شدة التيار في النظام الدائم؟ إذن في النظام الدائم تصبح شدة التيار، تصبح شدة التيار
ثابتة ثابتة. اشفى مليحة على هذه، لأنك راك تحضر إلى البكالوريا، تصبح ثابتة، أي أن مشتقة شدة التيار بالنسبة للزمن مادام هذه ثابتة، مشتقة ثابت يساوي صفر، يساوي الصفر. طيب إذن حسب قانون جمع التوترات واش عندنا عند غلق القاطعة تحب السهلة؟ عندنا E يساوي UL وهو التوتر عند طرف الوشعة، زائد UR وهو التوتر عند طرف المقاومة. ولدينا نعرف يا ودي باللي UL تساوي L من L مضروبة في مشتقة الزمن بالنسبة ل DT. هنا الطرف الآخر منحي، يعني زائد هذيك RE منحية. لماذا؟ السؤال الأول نسيت ما كتبتهاش، وهي حالة إهمال مقاومة، حالة إهمال مقاومة الوشعة، صح؟ إذن مادام حالة مقاومة الوشعة مهملة، نحي لي لابارتي هذيك، سي بون. إذن هذه UL، ولدينا UR واش تساوي؟ تساوي RE، سي بون. لحد الآن أنا نجو نعوضو نعوضو كل وحدة نعوضوها عفوا. إذن تصبح لدي أي الطاقة تساوي ماذا؟ تساوي L مشتقة تيار بالنسبة للزمن زائد RE، خلاص صح. إذن وإحنا عندنا هذه وصبناها، هاي الفوق صبناها تساوي الصفر، الألف والصفر يعطينا الصفر، إذن هذه لابارتي كاملة راحت ولا تساوي الصفر. وبالتالي فإن واش يصرى؟ الأو تولي تساوي R E، وإحنا واش طلبوا منا؟ حساب شدة التيار المار بالواشعة، ومنه من العلاقة هذه نجبد باللي E يساوي E على R. تذكر التطبيق العددي E يساوي E، أعطوها لنا 6 فولت على R، أعطوها لنا 100 أوم، ما عندك ما تحول، خليهم كيما راهم، يعني 6 على 100 هي 0.06 أمبير، أو تقدر تكتبها تساوي 60 ميلي أمبير. هذا السؤال الأول أنا انتهينا منه. كي تقول باللي يا ودي دي اي المشتقة تساوي 0.25، وحتى لهنا عليها نصف نقطة، والتطبيق العددي عليه 0.25. طيب نروحوا إلى السؤال الثاني. قال لك في حالة عدم إهمال مقاومة، يعني الكونترير تاع الأولى، في حالة عدم إهمال مقاومة الوشعة، عطاونا الوشعة المقاومة تاع الوشعة 15 أوم، ما قيمة الطاقة المخزونة في الوشعة عند تحقق النظام الدائم؟ صح، طالنا نتشوف السبورة هكذا. إذن ثانيا قلنا حالة عدم إهمال مقاومة الوشعة، حالة عدم إهمال مقاومة الوشعة، طيب صح، يعني السؤال ألف الباء محذوف، يعني الطاقة طلبوا منا، أي الطاقة المخزونة في الوشيعة، بالطبع في النظام الدائم، في النظام الدائم، طيب يا صح. في هذه الحالة أعزائي الطلبة، في هذه الحالة ستكون شدة التيار في النظام الدائم
على الشكل التالي: أي أ تساوي ال في مشتقة التيار بالنسبة للزمن. احنا كي كتبنا هذه، كتبنا يا أخي هنايا، لاحظوا معي كي كتبنا هذه ما زدناش ار اي لأن مقاومة الوشعة مهملة، صح؟ نعود نكتبوها لتحت وين رانا نحلو في التمرين درك، لكن ذا المرة نزيدوا هذيك الار اي مقاومة الوشعة، لأن حالة عدم إهمال مقاومة الوشعة زائد الار اي تاع مقاومة كبيرة، صح؟ وفي التمرين في الأول صبنا باللي هذا الكوتي كامل يساوي الصفر، راح، صح. صافي، واش بقاتلنا؟ بقاتلنا ار اي زائد ار اي، يعني عندهم الاي هذاك عامل مشترك. يحب يقول ننجمو نكتبو هذه هكا، مانيش باش الناس كامل تفهم، ال دي تي زائد، ونديرو هذه عامل مشترك، ار زائد الار في اي، الاي عامل مشترك بلوتو، صح. كي هذه تساوي الصفر واش بقاتلي؟ بقاتلي هذه فقط، او يساوي هذه اللي تحت المستطيل، صح. اذن او يساوي ار زائد، يعني ثق تماما والله، حتى من البكالوريا تحل واحد الخمس تمارين في الواشعة هذه ولا سي بورك خلاص، تعرف كيف دير المعادلة التفاضلية، وخاصة في الحل في واحد البراطيناج شوية في الحل هكذا سي بون خلاص، تمرين تاع الواشعة راهو في جيبك، نقصوا لكم النص، تعاوشوا النص، نحاول لكم النص خلاص. اذا احنا واش نحوسوا؟ احنا نحوسوا على الاي. درك نقول لك علاش رانا نحوسوا على الاي، واش تساوي اذا الاي واش تساوي لهنا؟ ما دام الار زائد ار مضروبه في الاي، اذا الاي تساوي الاو مقسومه على ار زائد ار. طريب يعني انا جبدنا الاي واش تساوي، درك جبدنا الاي واش تساوي، روحوا نحسبوا الطاقه المخزونه في الواشعة. طريب يا ما يهمش يا اخي، في الدرس قريتو باللي الواشعة تخزن، او ناظر الريح يخبط في التواقي، لا منفعنا به ان شاء الله ونعوذ بك من شره، صح. الواشعة تخزن الطاقة بالصح، ما تحتفظش بها مثل المكثفة، ماشي كيف كيف، مكثفة تخزن الطاقة، الواشعة تخزن الطاقة في الار سي في الار ال، لكن لا ديفيرونس بيناتهم، انه اي الفرق بيناتهم انه الواشعة كي تخزن الطاقة ما تحتفظش بها، صح. اذا هذه مجرد يعني نذكركم برك بامور الطاقة المخزونة في الواشعة، نسموها سي دي او ام، كاين كل واحد كي يسمها، تساوي نصف ال اي مربع، صح. احنا على حسبنا الاي واش تساوي، تساوي هذه لانه ما عنديش الاشعال تساوي، لكن هذو عندي، صح. اذا تساوي نصف ال، نعوض الاي بالاو زائد على ار زائد الار، ما ننساش المربع. كي نروح للتطبيق العددي، الطاقة شو ذاك الأكفاج جمس، طاقة المخزونة في الواشعة تساوي نصف في الاندكتونس، أعطوها لي 100 ملي هنري، نحولها إلى الهنري، صح، 100 × 10³. طيب ومن بعد الأو أعطوها لي 6 فولت، الأر صغيرة 15 أوميجا، الكبيرة 100 أوميجا، والكل مربع، أحسب في الحاسبة وأعطيني النتيجة. سيبون أعطتني 1.4 × 10⁴ جول، سيبون هذا مكان. وقلنا باللي السؤال الثاني راه محذوف، إيه نسيت ما عطيتلكمش التنقيط، التنقيط كي تلحق هذه راهي عليها صفر
5 يعني. وكذلك كي نلحقوا لهنا نجبدوا طاقة هنايا عندنا 0.5 والتطبيق العددي 0.25 يعني من ربع نقط نقص 0.75. التمرين كامل على ربع نقط نقص 0.75 خاصة بالجزء با هذيك نحية من ربع نقط يعني تعطينا 3.25. أعزائي الطلبة إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في النموذج رقم 10 ليجي بعد هذا إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.